إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: دولتنا نصرانية تقع في بحر الكاريبي، ونحن أقلية وليس بيننا طلبة علم، وانتشر عندنا الجهل. ويقول زوجته: وبلغني أن زوجة أحد الإخوة تريد أن تلتحق بداعش، وحاول تقديم النصيحة لها مرات عديدة، ولكنها ستغادر مع أسرتها، وهذا حالنا منذ زمن. يقول: نحن أبناؤك، نرجو منك النصيحة والتوجيه. نصيحة: تمسكوا بدينكم، تمسحوا بدينكم، وأمسكوا زوجاتكم وعلموهن وانصحوهن، فإن قبلنا الحمد لله، وإذا لم يقبلنا ولحقنا بأهل الضلال فطلقوهن ويغنيكم الله عنهم. نعم، انتهى.